معنا محمد عبد السلام من السعودية. سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك؟ أهلا بك. ازيك يا عبد الحكيم؟ أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بحيي باشمهندس عبد الحكيم. نعم. وطي التلفزيون لو سمحت. تفضل. تليفوني. تفضل. وبقول له ما فيش رئيس الصراحة بعد رئيس جمال عبد الناصر. شكرا جزيلا لك. جمال من ليبيا. عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج مصطفى؟ اهلا بيك يا عم الحاج. الحاج ابو علي هيثم المنصورة من كفر الجنينة، بحيي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. يا مرحبا. وبحيي الزعيم القائد معمر القذافي بمناسبة رجوعه من ليبيا. نعم. رجوعه من فنزويلا. ابن القائد معمر القذاف وابن الرئيس جمال عبد الناصر الأستاذ خالد. نعم. وكل عام وأنتم بخير. شكرا. معنا زهير من ليبيا. سيد زهير. شكرا. تفضل. يبدو ان الخط قد انقطع. سعد من العراق. استاذ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من العراق الجريح المحتل. اهلا وسهلا. العراق البطل المقاوم. اللي ان شاء الله بوجود مبادئ عبد الناصر. لابد ان يقاوم وينتصر. ان شاء الله. وانا بضيف انه ناخذ ثلاث استفتاءات تمثل عبد الناصر ومنزلته. نعم. في 29 يونيو. نعم. وفي اب اغسطس في الخرطوم. نعم. وفي ذكرى الوفاة الحزينة. نعم. نعم. تحياتي للأستاذ عبد الحكيم. أهلا وسهلا. شكرا. روحه اللي يعني ما نستطيع ما يمثل الروح عبد الناصر. نعم. أبو الكل. شكرا. شكرا لك. عبد السلام من أسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عايزك تسمعني يا بلاش. تفضل يا قريبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية ليك يا جميل. اهلا وسهلا. انا بقول حاجه مثلتها سنه 58. مثلتها سنه 58. الجون بتاع الانجليز بيقول لي جمال ايه؟ كانت مصر يا جمال تعتز بصداقتنا. ويوم جيت يا جمال اشتدت كراهتنا. رد جمال وقال له انتوا اللي غصبين تبقوا محبين، مفيش يوم الشعب يحبكم، يا مجام بثورات وكانت ضدكم، وعدتونا باستجلالنا ثم خيبتوا امالنا، محاكم التفتيش جبتوها في بلادنا، وعهد نيرون مثلتوه في وطننا. نعم. ويوم دين شوي يا جون كانت رجالكم في جنون، نصبتوا المشانك في البلد، يتمتوا اطفال من غير ذنب، مفيش ضمير مفيش رب. ويوم طلبنا المال للسد خذلتونا عند الجد، وادي الجنال ملكنا وأممناه، جيشكم حربنا وفرنسا وياه، واندسيتوا في العراق مع السودان، وكنت السبب في بهدلة لبنان، أما إن كنت بتقولوا كلام فأنا عامل له ألف حساب. شكرا جزيلا لك. حسين من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ أهلا أستاذ حسين. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا. أنا يعني أنا نفسي زعيم يقلد أي حاجة في عبد الناصر. نعم. ياخد عبد الناصر مثل ليه ويعمل زيه. نعم. عبد الناصر كان ألو؟ معك، تفضل. عبد الناصر كان بينزل اي بلد زي يوغوسلافيا اندونيسيا، كان بسم الله ما شاء الله ليه شعبيه، ما فيش اي رئيس دوله سوى عربيه واي دوله اجنبيه ما فيش حد زيه. فياريت حكامنا ياخدوا مثل عبد الناصر مثل ليهم. شكرا جزيلا لك. حسين محمود من سوريا. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير، اهلا بك. انا بحكيك من حما من مدينه من سوريا. اهلا وسهلا. اول شيء بنقول لكم احنا يعني كل بدنا نقول كل عام وانتم بخير، ولا نقول نعزي انفسنا ونعزي الاستاذ عبد الحكيم. نعم. الله يخليك. انا عاوز بس احكي كلمتين. نعم. بوجهها للناصريين بالوطن العربي الكبير. نعم. انهم يعني على الاقل يفكروا في وحدتنا، احسن بكثير من باقي الناس، بس يفكروا في وحدتنا احنا كناصريين. نعم. شكرا جزيلا لك. مدام صباح من البحيره، اتصالات كثير، معذره انا مش مهندس. لا لا لا. مدام صباح، تفضلي. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك.
زي حضرتك. الحمد لله. سنة حضرتك انت طيبة. طيب. اهلا بيك. استاذ مصطفى بكري عبد الناصر. تفضلي. ربنا يخليك. وخير خلف لخير سلف. تفضل. الباشمهندس عبد الحكيم. اهلا. يعني انت بتفكرنا باحسن بني ادم عندنا. بتفكرنا باحسن بني ادم عشرناه وحطناه. نعم. يكفيني فخر ان انا كنت في اولى اعدادي يوم وفاته يوم 27 رجب. السماء حزنت والارض حزنت. الدنيا بحالها حزنت. الهواء كان بيطيرنا. الشجر كان بيتقلع. والله العظيم ما بكذب. والله العظيم ما بكذب. وعايز اقول حاجه. نصر اكتوبر ما كانش من فراغ. نصر اكتوبر ده قعدوا في ايلات في موقعة ايلات 3 سنين. يبقى اول ما يمسك الرئيس اللي بعده يعمل حرب اكتوبر ونصر اكتوبر. انا بقول للناس كلها نصر اكتوبر عبد الناصر وراه. عبد الناصر وراه. قسما بالله احنا فقدنا الدنيا بحالها. الدنيا بحالها راحت مننا ومن ولادنا. انا بكي على ولادنا. ولادنا مش هيلاقوا مكان. شكرا جزيلا لك يا علاء من السعوديه. علاء اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك مصطفى؟ اهلا بيك. انا بمسي على الباشمهندس عبد الحكيم. اهلا وسهلا. كيف حالك يا باشمهندس؟ الحمد لله. اهلا. انا بحيي حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا والله اتخذنا الزعيم راحل. زعيم تعيش. العرب زعيم الامه. تعيش. نعم. شكرا جزيلا لك باشمهندس. لكن يعني واحنا بنتكلم على الحملات الاعلاميه المسمومه كتبت قصص وروايات عن تعذيب في السجون. مصطفى أمين كتب وغيره كتب كثير وقالوا أنه في العهد الناصري أهدرت أدمية المواطن المصري. إزاي نشوف المشاعر دي والناس دي كلها بتتكلم والتليفونات مفتوحة لكل من يريد وتسعة مليون في الجنازة وفي نفس الوقت يعني تصور مصر وكأنها كانت معتقل أو سلخانة كبيرة. تكلموا على شعب تاني بقى وبلد تاني. نعم. وبعدين يعني انا في نقطه معينه يعني انت تمسك الناس دي يقول لك تعذيب ما حصلش وتلاقي الواحد طلع منهم في السجن وعاش بعد كده 90 سنه. طب ازاي يعني المفروض الوضع الطبيعي اللي لما تقرا مثلا سنه اولى سجن وثانيه وثالثه ابتدائيه السجن بتاعت مصطفى امين دي يعني بيكتب كلام لا يحتمل. وبعدين بعد كده طلع ده عاش بعد كده 80 سنة. طب ازاي؟ ما هو احنا عندنا عقل برضو. وراجل دخل في السجن بقضية جاسوسية. والقضية دي بتاعته موجودة في متحف المخابرات العامة. قضية رقم واحد. يعتبروها أيوه. القضية رقم واحد. وبعدين اللي حطيتها في متحف المخابرات العامة يعني لما درسوا قضايا المخابرات العامة وايه اللي اتحط في المتحف ده ما كانش ايام عبد الناصر. دي كانت في ايام كانت بعديها يعني كان وقتها اللي ماسك المخابرات كان لما اتعمل المتحف اظن فاهم لا كان كمال حسن علي. كمال حسن علي كان 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 وزير دفاع ورئيس اللي هو الوزير كمال حسن علي. وبتدرس في علم المخابرات. وبتدرس في علم المخابرات. فطبعا يعني ده اهو ما هو اصل المشكله ايه. ما انت النهارده مطلوب منهم اغتيال شخصيه معنويه. هيغتالوها ازاي؟ سرقه مفيش. علاقات نسائيه مفيش. مكيفات مفيش اي حاجه خالص. ده حتى المخابرات الامريكاني كان في اللي هو احتاروا فيه. فهيقول لك ايه؟ يبتدي بقى يقول لك يخلفوا اي قصص وياخدوا قصص ويكبروها لان يعني هو كان في مؤامرات بتحصل على الثورة. وطبعا لما يبقى في مؤامرة على الثورة في ناس ما انت لازم الناس النهاردة ناس رئيس جمهورية بيخطب ضربت عليه بالنار هتمسك الناس اللي ضربوا بالنار دي هتعمل فهتاخدهم تعشيهم ما انت لازم هتاخدهم تحقق معاه. ها؟ وبعدين الناس اللي بتحقق ما هو مش كل الناس زي بعض يعني الناس عايزة معلومات لشيء معين. بس بقى ان يقعد يكتب بقى ان ده وبعد التحقيق الناس طول ما في السجن يقعدوا يعني دي كانت يعني بصراحه على العموم على العموم انا بقولها وقلتها كتير يعني اللي هاجموا عبد الناصر حاولوا يغتالوه هو عبد الناصر اهو الحمد لله بعد 39 سنه شامخ ويعني واصبح رمز للكرامه وللكبرياء وللمقاومه ولكل شيء جميل يعني وهم يعني ساكمل معك هذه النقطه بعد ما ناخد بسام من سوريا. بسام وطي التلفزيون. مساء الخير. مساء النور. وطي. تفضل. كيفك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بك استاذ بسام.
تحياتي لك ولضيفك الكريم. اهلا اهلا وسهلا. زعيم الخالد ابو خالد. نعم. زعيمنا وزعيم الامين. نعم. نحن فعلا نفتقد هذا الزعيم الراحل. نعم. وما زلنا نفتقده. نعم. امام اي حدث جلل. واذكر في هذه المناسبه عندما توفي عبد الناصر رحمه الله كان هناك مناوره في البحر الابيض المتوسط. نعم. عندما كان يرأس الولايات المتحده نيكسون. ايوه. عندما سمع خبر وفاه عبد الناصر الغى المناوره. قال انتهت المناوره. نعم. لان هدفنا قد تحقق. صحيح. فهذا كبر وعزمه وعزم للزعيم الخالد. شكرا لك. شكرا لك استاذ بسام. مؤمن من الكويت. مؤمن احمد من الكويت. السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام. تحياتي ليك والابن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اهلا وسهلا. بطل العالم. أهلاً. اقول لك بطل الوطن العربي. اهلا. وعايز اقول حاجه ان انا كنت ايام وفاه الزعيم جمال عبد الناصر كان عندي 10 سنين تقريبا بالظبط ان انا مواليد 63. وساعة وفاته الله يرحمه وألف رحمة الله تنزل عليه كان أنا من سكان مانيا للروضة. نهر النيل قدامنا اتغطى والله العظيم والله العظيم والله العظيم اتغطى من البشر. المية ما كانتش باينة. نعم. من كثرة البشر. وفي كلمة لحد وقتنا هذا كل ما بسمعها بتردد في وداني ودائما أفتكرها. ما تصدقش ما تصدقش عبد الناصر لسه ما ماتش. شكرا. شكرا لك. يقولوها. شكرا لك. يوسف من حلوان. يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا. منور الشاشه والله. انت المهندس عبد الحكيم. انت اللي منور. انا عايز اقول للمهندس عبد الحكيم انت ابن بطل. تهيس. واني قعدتك حتى والبسمه اللي في وشك دي بتقول ان انت ابن بطل. تهيس. مش محتاج تعريف. نعم. ايوه انا عايز اقول لك ولازم دي حاجه تكتسبها وتعرف ان انت ابن زعيم. وخير دليل على ذلك لما الرئيس القذافي اتكلم في اخر لقاء وحديث له شوف الناس كلمت قالت الرئيس جمال عبد الناصر ما قالوش اي حد تاني. نعم. شكرا جزيلا لك. محمد ربيع من السعوديه. سيد محمد. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك استاذ مصطفى؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حكيم؟ اهلا وسهلا. اهلا يا زعيم يا ابن الزعيم. اهلا. انا والله مش عارف اقول لك الصراحه بس حقيقه بجد يعني ما فيش رئيس غير الرئيس جمال عبد الناصر. تعيش ربنا. شكرا. بحثكم والله العظيم. شكرا جزيلا لك. دكتور عفاف من القاهره. دكتور عفاف. ايوه ايوه. انا من ابناء السويس من مواليد السويس وحضرت حرب 67. نعم. وانا بقول انا تيتمت يوم ما مات عبد الناصر. نا. قبل وفاه ابويا ب 15 يوم. نعم. ب 15 سنه اقصد لا مؤاخذه. نعم. وبعدين انا ثلاث ايام في حياتي مؤلمين. يوم تنحي عبد الناصر ويوم وفاته ويوم وفاة أبويا. نعم. وكان أنا كمان تقابلت معاه في السويس في يوم في سنة 66 بعودة عودة الأبطال من اليمن. نعم. وتصافحت مع السيد الرئيس اللي أنا بقول إن إحنا تيتمنا وهو أبونا. نعم. وأبونا وإحنا فقدنا العزة والكرامة وكل المصريين فقدت ده. شكرا لك. دكتور سلطان من اليمن. تفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية للزعيم الخالد. نعم. تحية من الشعب اليمني الذي يحمل لهذا الزعيم عظمة زعامته. نعم. ودوره في اليمن. نعم. ولا أطيل عليكم ولست بشاعر ولكن شعوري قد تملكني أن أقول شيء في هذا الزعيم. تفضل. أنت البطل يا ناصر العربي. أنت البطل بكل مقاييس البطولة. البطل ما زلت تعطي للزعامة المثل. أنت فينا بروح الرجاء والأمل. كم من زعامات خبت دون ذكر لها أو لزعامتها ثقل. وكيف لا وما الزعامة إلا من الله عز وجل. زعيم عربي أقولها دون ما وجل. أقولها وتقولها ملايين العرب. أنت منها في المقل. من لنا اليوم وقد تجاوز السيف العزل. من لنا اليوم وقد بدا لكل شيء بدل. من لنا اليوم ومعارك الأوطان في جدل. أي قول في جدل
أو وعودا في وطن إنها أنفاف حلولا في جمل. من لنا اليوم والعدو بكل ما ثقل وخف حمل، وبقينا في أسفارنا دون حلول نحملها. شكرا يا دكتور، شكرا. إلهام من الأردن. إلهام من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. بحكي كلمة كل الشعب المصري يسمعها. نعم. وكل الأمة العربية. تفضلي. احنا اتيتبنا من جمال عبد الناصر وبنتمنى ان الله يبعث لنا واحد مثله، لان احنا تعبني الشعب المصري بنشوف تعبه في عهد حسن. شكرا لك، شكرا لك. يعني اتمنى ان يكون الحديث مركزا على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. محمد من اسيوط. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى بيه؟ اهلا بيك. انا بسلم على الباشمهندس عبد الحكيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا لا اراد عند حضرتك، انا نفسي اسلم عليك يا باشمهندس والله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اي وقت عليك والله. اهلا. وبقول لك ان مصر ماتت كلها بموت عبد الناصر. لا بالعكس، لقد ماتت مصر بموت الزعيم ده. شكرا. مصر لن تموت مصر ابدا لن. وعبد الناصر موجود بافكاره ومواقفه. شكرا لك. باشمهندس، الحديث عن احنا بنتكلم عن عبد الناصر، بعض الأقلام وبعض الأصوات قالت أن ما جرى مما أسمي بمؤامرة الإخوان المسلمين لاغتيال عبد الناصر كانت مجرد تمثيلية. يعني ما عرفش بقى ده، يعني دي نكت صعيدة بقى. أظن تعدت الحدود. لا طبعا، يعني ده في رصاصة جاية في السور اللي جنب. وهناك من أصيب، وهناك من أصيب، وناس تعورت. لا هيمثلوا هيدروا نفسهم بالنار يعني. نعم. دي كانت مؤامرة، وبتاعت 65 برضو كانت مؤامرة. نعم. وكانت حتى 65 دي يعني كان فيها عايزين يدمروا القناطر ويغرقوا الدلتا مؤامرة كاملة. وكان في واحد مجند، حتى كان في واحد منهم كان في حرس الجمهوري المفروض يموت الوالد. يعني كان انقلاب انقلاب. نعم. وانتهى يعني الموضوع وخلاص. وانا انا بالنسبه لي، ان انا اقول لك بصراحه، انا حتى بالنسبه ليهم للاخوان او للناس النهارده، انا ما فيش يعني، انا بالنسبه لي ما عنديش اي مرار. يعني خلاص ده موضوع انتهى، لان هم كان اصبح في حكم التاريخ، اصبح في حكم التاريخ، واللي كان بينهم هم اللي عايزين، وكان صراع على السلطه وخلاص. السلطه مش معانا دلوقتي، هم يتخانقوا معاهم السلطه. صحيح. شكرا. معنا خالد من سوريا. مساء الخير استاذ مصطفى. مساء الخير استاذ خالد. ازيك؟ انا سعيد جدا واشكرك يمكن باسم عشرات الملايين انك في هذا اليوم الاسود جئت بالبطل ابن البطل في هذا اليوم كرد على الخيانة الكبرى التي حدثت اليوم. يا سيدي، أنا أريد أن أقول لهذا الرجل العظيم ابن القائد الخالد، أقول له والدك لم يكن قائدا لمصر ولم يكن قائدا للعرب، كان قائدا للحركة الإنسانية بأكملها. نعم. وهي الناصرية سوف تسود وسوف تبدأ من أمريكا اللاتينية لتنتهي في نهاية الصين. شكرا يا أستاذ. شكرا لك. شكرا. رمضان من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ مصطفى؟ أهلا بيك ورحب بضيفك الكريم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. وليه الشرف إن بكلم المهندس عبد الحكيم؟ تعيش ربنا. وليه الشرف أكثر إن بكلم ابن نجل الزعيم الخالد. نعم. جمال عبد الناصر. تعيش. تحدثنا جمال عن الزعيم جمال عبد الناصر، فنحن نتحدث عن مصر، عن تاريخ امتد من بداية الثورة حتى وفاته. نعم. نتحدث عن رجل دولة وزعيم أمة. نعم. رجل دولة وزعيم أمة. نعم. وعندما أقول رجل دولة، رجل استطاع أن يبني دولة حديثة. نعم. بكافة أركانها، من تعليم لإعلام لاقتصاد. نعم. لجيش قوي. نعم. استطاع أن ينازل به الأعداء ولم يستخدمه لذبح أبناء الأمة العربية. شكرا جزيلا لك. محمد من ليبيا. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام، تفضل سريعا. ضيفك الكريم ابن الراحل الزعيم الامه العربيه، اهلا وسهلا. تفضل وطي التلفزيون. وطبعا اسره الراحل جمال عبد الناصر المتواضع جمال عبد الناصر شفناه حتى في ابنائه. نعم. وانا تكلمت معك في الحلقه اللي فاتت يا استاذ مصطفى، قلت لك كان الاخ خالد نجل رحمه الله كان في مدينه سوسه في مدينه جبل الاخضر في ليبيا. نعم. عبد الحميد كان يتدرب في كليه البحريه. عبد الحميد نعم كليه البحريه. وكنت اتذكر يا استاذ مصطفى انا مع والدي في محل كان ياخذ في قطعه قماش، فساله حياه والدي وصب المحل قال له ما تريد يا خالد في هذا القماش؟ قال والله عايز الوالدي على اساس يفصل به جلابيه. نعم. يعني الاسره هذه هي رمز العرب. نعم. هي رمز القومية ونحن مستمدين بها قوميتنا يا استاذ مصطفى. شكرا جزيلا لك. عبد الجابر من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور استاذ مصطفى. نعم. بحييك انت والبشمهندس. الله يخليك. ابن الزعيم. نعم. الله يخليك. انا بطلب منك طلب يا استاذ مصطفى، ارجوك ما تفش علي لحد ما اطلب منك الطلب اللي عايزه. تفضل. انا اتمنى انك انت هذه القناه الوحيده التي ترد على الاصوات التي تشوه الزعيم جمال عبد الناصر. نعم نعم. هو غير قابل للتشويه على فكره، فيهوهو زي ما هم عايزين. نعم. ايوه نعم. شكرا. وانا بقول لك موقف سمعته يا استاذ مصطفى. نعم. هناك شخصيه اسمها خليفه عطوه، هذا احد العناصر التي حضرت اغتيال عبد الناصر في المنشيه، هم لا. الذين يشككون في هذا، يجب ان تدير مع اللقاء وتسمع منا شخصيا ماذا قال. نعم. شكرا جزيلا لك. انا عايز احكي قصه على موضوع ليبيا ده لما كان عبد الحميد هو كان. واسالك ايضا عن يعني عن مقوله عبد الناصر لمعمر القذافي. تمام. انت الامين على القوميه العربيه من بعد. هو طبعا لا يعني انا ما انساش يوم ما قامت الثوره في ليبيا، كنا في اسكندريه وقالوا في ثوره، يعني حصل ثوره في ليبيا، وبعدين لما الوالد بعت وقتها راح الاستاذ هيكل ورجع وقال له يعني انت عايز ده عايز يعرف دول ما مش معروف ناصريين، قال له دول ناصريين اكتر منك. ولما جه بقى القائد اول زياره له وجم قبله الوالد، يعني ما تتصورش كان طالع فرح، يعني كان فرحان بيهم جدا. هو كان في حاجتين، اولا هو بعد حرب 67 كان في كلام ان 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 ان, إن القوميه ماتت والقوميه العربيه ده شيء مات وخلاص وانتهى وجمال عبد الناصر يعني هو بس المشكله. فقيام الثوره في ليبيا انها تطلع ثوره وحدويه وقوميه رفع معنويات الجميع الحقيقه، لا يعني اثبتت ان هم واهمين. نعم. يعني نعم. ان لا نعم. الثوره مستمره وقوميه مستمره وفعلا. نعم. يعني هو السنه الاخرانيه دي كان التواصل بين والد عبد الناصر ومعمر كان قوي جدا، كان الوقت قوي. يعني ازف للاسف واتصالات كثيره جدا. ولكن في نهايه الامر لا نملك الا ان نتوجه بالشكر لكم وللمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، كان بودنا ان نتواصل وكان بودنا لو ان الوقت يطول لنعبر عما يجيش في صدورنا، لكن أعتقد أن حكم الناس وكلام الناس عن عبد الناصر هو السيف البتار. عبد الناصر ما زال حيا يسكن في قلوبنا يسكن في عقولنا، والمسيرة مستمرة والتواصل مستمر. شكرا مهندس حكيم عبد الناصر.